الفوز باي بطوله افريقيه ده افضل لحظه في التاريخ يعني. كل بطوله بتبقى بفرحه، بس اكتر لحظه فرحت فيها مع منتخب مصر ما كانتش احتفال الفوز بلقب، ولكن احتفال الفوز على الجزائر في 2010، ماتش مصر والكاميرون 2010. كان بالنسبه لنا ان احنا لازم نعدي الكاميرون علشان باي طريقه لازم نلعب الجزائر، ولازم نعدي اللي حصل في تصفيات كاس العالم 2010. اكتر لحظه فرحه مع المنتخب في كاس الامم ماتش 4-0، ماتش الجزائر طبعا. الواحد كان موجوع جدا من اللي حصل في تصفيات كاس العالم، فالماتش ده جه في ميعاده، والمنتخب يعني اوفى بكل الوعود في الماتش ده، كان استعراض واداء وانتصار ساحق. دايما يتقال ان مباريات شمال افريقيا بتبقى بنفقد فيها اعصابنا، الماتش ده كنا هادين جدا، لعيبه كلها بتقسم بتباصي، مفيش حد اللي عايز يشدك او يتخانق معاك، انت بره عنك مالكش دعوه خالص. قدرنا نبرهن للعالم كله ان احنا لا احنا اقوى بكتير جدا من الجزائر اللي كسبتنا في تصفيات 2009 يعني، وكان ماتش رد اعتبار، فالواحد نارو بردت كده. اكتر لحظه فرحت فيها المنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه كان بعد نهائي 2008، لان البطوله دي تحديدا كانت غريبه بكل تفاصيلها. احنا داخلين البطوله رغم ان احنا حامل اللقب في 2006 لكن غير مرشحين تماما للتتويج. ماتش السيمي فاينال بتاع كوت ديفوار اللي كسبناه 4-1 ده بالنسبه لي ده فرحته كانت اعلى او اقوى من فرحه الفاينال. كوت ديفوار كان منتخب مرعب، كان كسبان لسه 5-0 في ربع النهائي، وكان منتخب مدجج بنجوم تقيلة جدا. دروكبا في ماتش غينيا قبل ما يلعبنا جاب جون وبص للكاميرات كلها وبص للعالم كله، اللي هي بصت اللي احنا جايين نكسب اي حد. فطبعا كل الناس متوقعه ان كوت ديفوار هتيجي تكمل علينا وهتدوس على وشنا تاني، بس رحنا وكسبناهم 4، وكانت برضو نتيجه غير عاديه. من الواضح ان الاربعات كانت حلو قوي مع منتخب مصر وماشي كويس قوي في البطوله دي. كنت فاكر ان ده مش هيحصل تاني ومش هنكسبهم بعد 2006 مره تانيه، بس اديناهم 4 زيهم زي الكاميرون يعني. الفرحه الهستيريه مع المنتخب كان في 2008 بعد ما زيدان قدر ان هو يقطع الكره من سونج ويعملها بوتيكا يجيب جون. كره طوليه من احمد حسن بعد ما قطع الكره من جيريمي توصل لريجبور سونج، يقرر زيدان ان هو يدخل عليها في يعني في مهمه مستحيله او مهمه يعني نقدر نقول فدائيه، وسونج وزيدان وفي الاخر خالص يقدر زيدان ان هو يصنع لابو تريكا جول. انا بعتبره يعني زي ما قال عصام الشوالي كده في تعليقه على الجول، جول ابو تريكا البركه دايما بيخلد اسمه في ذاكره الكره المصريه. المنتخب فرحنا كتير، كسبنا بطولات كتير، الواحد عاش منها بطولات عدد لا باس به يعني، لكن 98 يمكن الفرحه الكبرى، وهي الفرحه يمكن عشان محفوره في الواحد، فما انساش كل ماتش كنا بنكسبه، كنا بنعمل ايه في المدرسه، فاكر قد ايه الاحتفالات والمسارات واللافتات اللي كنا بنقعد نكتبها وكده، فيمكن دي اكتر فرحه ما انساهاش.